الحديقه فيها اهمال شديد بالنسبه للحيوانات كلها اللي ماتت، ما جابوش غيرها. بالنسبه للنظافه ما فيش نظافه، سعر التذكره غالي جدا. المفروض يبقى في دليله، في خيمه، في حاجه يعملها للناس. احنا قاعدين في الشمس زي ما انت شايف حضرتك كده، المنظر اصلا مش حضاري. عايزين نخش لمؤاخذه الحمام، لازم ندفع فلوس على الحمام. طب كل شويه معايا واحده حامل، دي كل عايزه حابه تخش الحمام، يقول لازم تدفعي فلوس تاني والتالت ورابع. يعني في اهمال جامد، يعني ما فيش يعني نظافه ولا في رعايه. بس الجنينه ما بقتش زي الاول، الحيوانات راحت، العالم متبهدله في الشوارع، ما فيش تند تتعمل، ما فيش اماكن للقعاد، ما فيش نجيله معموله، عصافير حتى مش موجوده. ديك غاليه قوي، اللي معاه خمس ست عيال النفر بخمسه جنيه هيجيبهم منين؟ العالم هتجيب منين يعني؟ الحديقة غالية قوي بخمسة جنيه، المفروض يرخصوها شوية، حرام. الواحدة معاها خمس ست عيال هتجيب منين؟ إيه؟